كمان الصبح اتطرقت شوية لقصة المي بلبنان، ونحن البلد الخضار والجبال والمدينة قريبة من الجبل، يعني مش مسموح انه ننقطع من المي، بس انه كمان توصل عبيوتنا مي ما نعرف من وين مصادرها او شو هي او شو صاير فيها، كمان هيدا الشيء مش مسموح، يعني كمان المواطن بده يكون بامان. في ابرز ظاهرات تلون مجاري المياه في لبنان اللي عم بتصير اذا عم نشهدها بعد مطارح مؤخرا سمعنا عن نهر الكلب صار لونه اخضر، وكمان في كذا نهر بلبنان تلونوا بالوان تانية، شو الاسباب؟ يعني رح نحكي مع فادية جمعة صحفية ومسؤول تنفيذي لجمعية جرين اريا الدولية في لبنان. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. الحلو بلبنان اذا عن موضوع الانهار. فادي يعطيك العافية. صباح الخير، يعطيك ألف عافية وميرسي لكم مقدما. أنا بدي لك شغلة، إنه نحن بدنا نضوي على كل الأنهار ونحكي صحيح. وين في تلوث وين في ألوان إلى آخره، بس مؤخرا الأسبوع الماضي صور لنهر الكلب باللون الأخضر وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات والتساؤلات عن سبب هالظاهرة، ومش الأولى من نوعها طبعا. أكيد. بس شو صار؟ أنت أخذت عينة على الساعة 3 بعد الظهر مثل ما عرفت تقريبا، وفحصت المي، شو صار معك؟ اللي صار مثلنا مثل كل هالناس، فقنا على صور عبر السوشيال ميديا عم تنتشر انه نهر الكلب لونه فوسفوريك اخضر. نعم. فطبيعي العالم تنرعب، علما انه بكل لبنان الانهار ملوثة. هالشي دايما عم بينسوا الناس. نعم. عم بيشتغلوا على الفعل وردة الفعل، منشوف احمر منشوف اخضر، بدور التصوير وبتبلش العالم تتساءل شو هيدا. هلا نحن كجمعية بيئية ولأنه صار معنا حوادث قبل من هيدا النوع، مثل إذا متذكر الرمل البيضاء تلون بالأخضر كمان، والخبراء اختلفوا إذا هي ظاهرة طبيعية أم غير طبيعية، ولأنه ما أخذوا عينة وقتها ما نعرف شو هي، ما كان في شيء جازم شو هي. هالمرة نحن توجهنا عبر ناشطين وأخذنا عينة من النهر وتم فحصها من قبل الدكتور والباحث كمال سليم المركز الوطني للبحوث. اللي تبين بهيدي العينة أنه كان في كذا ترجيح أنه ممكن تكون طحالب سامة. لما توجهنا الساعة 3 عبر ناشط، أكيد منوجه له الشكر. شو طلعت النتيجة؟ كان خف اللون، كان عم بخف اللون الأخضر اللي كان كتير الصبح، فطلعت النتيجة إنه على الأرجح إلقاء مادة الفلوروسين. هيدي وين بنستعملها؟ هيدي المادة بتستعملها وزارة الطاقة لتحديد مجاري الأنهار ولاستعمالات أخرى. أو حتى ليشوفوا إذا في تسرب وتلوث بشبكة الصرف الصحي بيستعملوها هيدي. يعني غير مضرة؟ ما فيني أقول غير مضرة، هي مادة كيميائية وكثرة استعمالها أو عدم تنظيم استعمالها هو حتما مضر بالبيئة. طب ليش انكبت بالنهر؟ لليوم ما قدرنا نعرف، لأنه ما طلعت لا وزارة الطاقة ولا أي حدا صرح أنه نحن كبيناها. عرفنا أنه وزارة البيئة أوعزت للنيابة العامة والنيابة العامة لمخفر جوني باتت جوني بالتحرك والتحقيق بالموضوع. طب سمعنا كمان أنه إحدى الجامعات ممكن تكون كانت عم تعمل للطلاب أبحاث ما أبحاث وتستعمل هالمادة، ممكن يكون هيك؟ هيدا الخبر ورد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. هون بيكون في كارثة، يعني إذا يعني في فوضى. نعم. في فوضى بالشغل، ما فينا ناخد نحن قرار، إذا نحن جامعة ما فينا ناخد قرار من تلقاء نفسنا وننزل نعمل تجربة أو تيست نعلم التلاميذ بدون إذن، بدون ما نفزع العالم. بيلون نهر كامل؟ يعني ممكن هالمادة تلون نهر كامل؟ أكيد. ولا بيكون كمية انكبت داخل النهر؟ هلأ هي كمية مش قليلة للونت هيدي المنطقة كلها. نعم. أنا بقول إنه ما في تنظيم للأمور بلبنان. نعم. وهيدا سوء التنظيم وسوء الإدارة عم بيوصل للعباسية بالشغل، مين ما كان عم يطلع بيطلع عباله يعمل شغل بيعمله. نعم. يعني من فترة إذا بدك ننقل على ظاهرة تانية، إذا ما عندك بعد شي سؤال بهيدا. السؤال إنه هلا صار سيف النهر نظيف ولا لا؟ بضل الرواسب رجعتوا أخذتوا عينة؟ نو لا، الفلوروسين هيدا بعد 12 ساعة بيروح مفعولة. بيروح. ينتهي مفعولة. بيروح البحر. أكيد أكيد. نعم. ما
بس كترة بيرجع اللون أبيض عادي. نعم. بيرجع لون النهر كما كان. بس كترة استعمالها بيأثر على النظم البيئية، ممنوع يستعمل أكثر من مرة. نعم. بالسنة. وأكيد أوكي. في العلماء إذا عندهم رأي تاني هن بيحكوا. يعني استعمل ومش الحال وراح إذا مرة بالسنة خلاص ما بقى في خطر على مياه النهر. بيكون في دراسة عم تجريها. نعم. وزارة الطاقة. أوكي. يعني ما فيني أنا إجي زتها وما أكون عم بشتغل شيء وما أكون عاطية خبر للعالم كمان. مفروض نعطي خبر للعالم لما نفزعهم. إذا عم بيسقوا زريعة منا كمان بيكون الزريعة راحوا. لا ما بيروحوا. ما بيروحوا. لا 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 حيتحلل لونه حيروح اللون يتحلل بس إنه ممكن تضر بالنباتات إذا كانت انسقت منا كمان. كل مادة يعني كيميائية استعمالها بغير طرق الصحيحة أكيد هي مضرة. لا. اوكي أيه. طيب نحن حكينا هلا عن هالظاهره هيدي وانتشرت بس في قبل ظواهر تانية لا انهار تانية بلبنان كمان نشوف لونها احمر واخضر صح وبني صح البني شيء تاني كليا نعم. عندنا الاحمر من قبل حوالي شهرين بين الشهرين وثلاث شهور شفنا البردوني لونه احمر نعم وكل العالم انه استغربت كثير ليش لونه احمر صار في تحرك سريع من قبل وزارة البيئة وهون مشكورين أكيد أنه نتحركوا صار في تحقيق تبين أنه أحد الكاميونات البيك أبات عم بتغسل ونزلت المي على مثل ما شايفين على التلفزيون عم بيغسلوا البيك أب محمل صبغة لأحد المعامل كان فوصلت على أحد المجاري ومن أحد المجاري وصلت على النهر لا. وتلون النهر بهيدي الطريقة اللي شايفيننا ما في مسؤولية ما في مسؤولية ما في مسؤولية أبدا ما في مراقبة مين بحاسب مين لا مفروض أنه النيابة العامة أوعزت وقالت أنه نحن رح نتحرك للآخر بهيدا الموضوع هننطر ونشوف إذا في تحرك ما بنعرف أكيد مواد كيماوية إذا مرقت المي وكانت عم يستفيدوا منها مثلا مش للشرب ولا للقضي بيستفيدوا منها للمزروعات صح أكيد رح تضر يعني صبغة بشكل ما بدها تضر أو هيدي رح تفوت على الخضرة والفواكه ونحن رح ناكلها هلا اللي بيضر أكثر مش هيدول الظاهرتين هيدول أوكي مواد كيميائية وألوان وهيك بس نحن عايشين حالة تلوث الناس ما واعيت لك كل المجاري والمسطحات المائية بلبنان وحتى وصلت التلوث للينابيع في كمان عندنا الظاهرة اللي هي خطرة جدا الأكبر مسطح مائي بحيرة الأرعون بحيرة الأرعون ملوثة بالسيانوبكتيريا يعني اللي هي طحالب سامة طحالب بتقضي على كل مظاهر الحياة بالبحيرة بهيدي البحيرة حتى الحيوانات اللي شربوا منها ممكن انه يموتوا صح هيدي البحيرة ما بيعيش فيها ما هلأ ما عايش فيها إلا نوع واحد من السمك اسمه الكارب هيدا السمك عنده قدرة على المقاومة والتكيف مع السموم اللي هي بالبحيرة الأخطر من هيدا كله إنه هيدا البحيرة بعد عم بينجر ميتها وعم ينسقى فيها وعم بتروح على معامل الكهرباء يعني هي خطر على الإنسان خطر على المزروعات من أكيد من خلال المزروعات اللي عم تنسقى فيها خطر على معدات معامل الكهرباء هون رحنا على موضوع تاني اللي هو الهدر اللي عم بيصير نحن لما عم بنشغل مي فيها سيانوبكتيريا بتسبب تلف وصدى لهيدي المعدات نحن عم نعمل هدر هون اكيد هون هلا مفروض انه في خطه لمعالجتها ومفروض انه كنا من اكثر من سنه يبلش هيدا الموضوع للاسف ما عندي معلومات كافية حتى للإنسان طبعا يعني هي هيدي المواجهات هيدي من الطبيعة من هيدي السيانوبكتيريا كمان دكتور كمال سليم له 20 سنة بيدرس على هيدا الموضوع ببحيرة الأرعون هي تراكمت مع مرور الزمن وعاشت ولقت هيدي الطبيعة ملائمة جدا لإلها هونيك خصوصا كمان عنا البحيرة وما منا ننسى انه ملوثة بالصرف الصحي ملوثة بالصرف الصناعي ملوثة كل هيدي بالمعادن الثقيلة بسببوا هودي للأوبئة يعني بسببوا كونسير مسببين للسرطان مسببين للسم الكبدي
نعم مسببين لل رب دخلك. يعني حتى هيدا الرذاذ اللي بيتطاير وبنشمه هيدا السيانوبكتيريا بس تنشف بتصير مثل البودره. يعني الله يساعد العالم اللي عايشين حوالين البحيره. من هون قد ايه في حالات كانسر بالبقاع؟ بس في تحرك لانه تنحل هالموضوع؟ هلا في خطه لمعالجه الليطاني بس لهلا ما في شغل جدي. يعني بتعرف عم تروح القصه لل بلش العلاج من ايه؟ من المنبع من مطرح ما هيدا وامتدادا على مدى المجرى كله وصولا للبحيره. المشكله عندنا بسياسه المي ما عم بيروحوا لمعالجه التلوث اللي حاصل عندنا، لا عم نروح لنعمل سدود في سياسه السدود المائيه. نعم يعني بتشوف عم بيعملوا سد واثنين وثلاثه وبيقولوا لك هيدي حاجه لبنان بحاجه لمي. نعم اكيد خبير كمان بيحكي اكثر بهيدا الموضوع مش انا بحكي فيه كجمعي وكصحفي، بس لما انا عندي كل هيدي المصادر المي الملوثه ليش ما بعالج التلوث؟ صحيح. بعدين ببقى بفكر بدي اعمل سد معك او بدي اعمل شغله. طب هل يجب تناول كل هالمواضيع هيدي على السوشيال ميديا دغري او نتاكد من الموضوع قبل؟ هلا بحيرة العون بتصور لازم يضش فيها البلد كله، كله لازم يحكي فيها لانه صح. هي بتطال كل شخص وكل انسان. صح. ومش بس اللي قاعد حوالين البحيرة. 100%. بس برايك اللي صار بنهر الكلب واللي صار بالبرداوني يعني لازم يتناولها السوشيال ميديا ويهزوا الدنيا ويهزوا الشعب يعني بتعرف نحن المشكلة انه صار السوشيال ميديا بمتناول الجميع. نعم. اي حدا قادر يمسك تليفون ويزت صورة على السوشيال ميديا. نعم. بتعرف الشعب اللبناني بطبيعته يعني بحب البروباغندا وبحب صارت توصل بشكل سريع كتير يعني صار اوقات بتنزيد يعني بيصير المواطن بالقلق. صحيح. هيدا عم بتسبب قلق بمطارح معينه، لهيك نحن منطالب بخطه عمل طارئه بيئيه وصحيه. نعم. يعني هيدي الدوله تنظم لجنه تنظم حدا بيشتغل على السريع على السريع عبر السوشيال ميديا على السريع. نعم. ياخذوا عينات على السريع اذا في حاله يعالجوا الحاله ويتابعوها. نعم. لهون يعني من الناس ما فينا نمنعهم انهم يحكوا او اذا شافوا حالي بالعكس لا اذا شافوا حالي يقولوا يحكوا بس بدنا بالمقابل بس مين يطلع يطمن بسرعه بعدين كمان يطمن بسرعه. يعني هلا احنا عم نقول انه قصه نهر الكلب خلص حلت راح اللون وكان شيء بيمرق وبيروح بس ما بيمنع انه نهر الكلب ملوث غير شيء يعني الزهره أكيد. راحت. نعم. الزهره اختفت بس أوكي. كمان ما عرفنا مين أوكي. هون عم نشرع الشغل العبسي والتعديات على الانهار وهيك يمكن معرفة اللي صار اذا كان من حدا عم يعمل تيست معين يمكن طالب عم يعمل ما بيحق له ما بيحق لاي حدا يطلع يعمل لا. من غير علم الوزارات المعنية. انا بدي اتشكر كثير فادية لحضورك معنا المعلومات وان شاء الله المي تكون بالف خير لانه بحاجة تكون المي بالف خير نتمنى وعم نعبي ببيوتنا خلال فترة الصيفية يعني كارثة اذا كان المي مش نظيف. شكرا لكم يعطيكم الف عافيه. حلو بلبنان السبت القادم بريك ونرجع.